هذا وقد استطاعت زميلة عائشة خليل بلال أرى بعض المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية ناجحة من قبل الأطباء التابعين لمؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى هند ديبيتنو فردوا بقولهم. شو الله قام شادين مشكلة على خيرين دول عجوز غيرجو غير قبل ما يندو بروجي دول كهربان ده شغلنا بدا عديل وعديل مرة وأصلا شغل دور منا الله يسعيدا ويسعيدا رئيس وندورو تزيد علينا منا زيادة بتاعنا ايه نيدا كاي بوجان مثل وارا فوقا كي واسا انا جادا قال شيء كل ما في فوقا اصلا الناس كله قاعدين بيستفيدوا حتى الناس اللي في البرة قاعدين بجو بيشوفوا لهم الدكاترة عيونهم مرات وقاعدين بشقهم وكثير منهم وادي اللي يقول عافي وعندنا اخواننا وادين جايين برا كل اسالهم ان نجينا في الافتان ده وناس كثير قاعدين بدروه وما شاء الله نشكر مؤسسه القلب الكبير الخدمه اللي سوتها ده خدمه سامية للمواطنين وللتشاهدين ونشكرها كثير بالف شكر والله يخليها والله يزيد زمانها كرمان ده وكرمان ده الفاسد ده وما عادل ولا فوت ما في بون شكر هو اذا اعطينا له ساجد بس ولا بقرص ما في ده شكرا بنتي جاي بمردان ونادو ما انت دواء شنو ده ما عديل بس شكرا انا شفت وما جباني لا دواء ده بس ما في ابي جبو دواء كان انتونا دواء ساكت كل سنه اليوم اي ما شعر كل تشيف انا دم شقو انا وما جو بقول الحمد لله في بهي اللي كنا ناس جاي حاجه عديل نشي شقو ناس كل عديل ونشي الناس في لان شقو كل في وصبونا كل في ومشينا شمنا كل في ونشي جاي داو دواء الحمد لله كل عديل أنينا ناس جميع السرواز القادين هنا نشكره كثير بالأكثر لحسا حاليا الناس قاعد يستفيدوا فوق بلين ألا نشكره ألف شكر ثم ثاني يعني إن شاء الله الناس يستفيدوا فوق كثير ألا نشوفوا بعض من الناس جايين من هلال برا وعندهم مشاكل أنا إين وكي حسا الناس دوهم كثير وما شاء الله الناس قاعد يستفيدوا فوق وقاعد يلقوا علاج ما شاء الله الحمد لله مشاهدينا الأعزاء بهذه التصريحات تختتم الغافلة الطبية التابعة لمؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع جمعية العون المباشر المتواجدة بمدينة سار عملها الخيري والتي قد حققت في فترة وجيزة إنجاز غير متوقع في إزالة المياه البيضاء لمرضى العيون بإقليم شاري الأوسط بصفة عامة ونتمنى من مؤسسة القلب الكبير المواصلة في عملها الخيري لباقي المدن التكادية حتى يتلقى جميع المواطنين الصحة والعافية. عائشة خليل من مدينة سار للتلفزيون الوطني التشادي.